كان في واحد اسمه عبد الله. عبد الله ده كان عنده 13 سنه. عبد الله كان بيدمن حاجه اسمها العاب الرعب. كان فعليا كل يوم يلعب لعبه. مامته كانت عماله تقول له كفايه العاب رعب انت هتتلبس كده. راح قال لها الجن ايه وعفاريت ايه يا ماما اللي موجودين دول؟ مفيش حاجه اسمها كده. راحت مامته قال له براحتك وطلعت من اوضته. بالليل مامه عبد الله وباباه قالوا له ان هم هيخرجوا. وراح عبد الله قال لهم اخرجوا انتوا وانا هتدني العب بالالعاب. بعدها بثلاث ساعات عبد الله لقى باب البيت بيخبط. وراح ونزل يشوف مين على الباب. اتاري مامته وباباه جوه. مامته قالت له روح اطلع على اوضتك لحد ما انا اجهز العشاء ليه. راح طالع على اوضته. وبعدها بخمس دقايق بالظبط لقى تليفونه بيرن ولقى مستشفى بتتصل بيه وبيقولوا له مامتك وباباك عملوا حادثه وتوفى. راح قال لهم ازاي ده مامتي وبابايا عندي. راح قال له تعالى وشوف الجثث بنفسك. عبد الله كان مرعوب جدا. اتاري مامته وباباه اللي تحت دول كانوا طلعوا عفاريت. في نفس الوقت مامته قالت له انزل يلا عشان العشاء جه. احمد كان بياكل وهو ميت من الرعب. وبعد ما خلص اكل طلع بسرعه على اوضته عشان يتصل بالشرطه. وهو بيتصل راح النور فجاه قطع. وراح رجع تاني. عبد الله بص وراه لقى مامته العفريته وباباه العفريت عمالين يبصوا عليه. وراح قايلين له خد سمبوسه.